سلام على سيدنا الذي اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابتي الكرام وال بيتي العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام الى شعب الايمان. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والمسلمين والمسلمين. ما زلنا مع الجامع لشعب الايمان الامام البهقي رضي الله تعالى عنه ورحمه, وما زلنا في الكلام عن التواضع. وساق السند إلى الشافعي رحمه الله يقول: الكبر فيه كل عيب. وساق السند إلى ابن المبارك رحمه الله قال في كلام الفرس: ما الذي لا قال ابن المبارك رحمه الله في كلام الفرس: ما الذي لا يرضاه أحد؟ قال: الكبر. قيل: فما الذي لا يكرهه أحد؟ قيل: التواضع. وساق السند إلى زيد الكوفي عن رجل من أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين أنه قال: كان يقال: خمس خصال هن أقبح شيء في من هن فيه: الحدة في السلطان, والكبر في ذي الحسب, والبخل في الغني, والحرص في العالم, والفسق في الشيخ. وثلاث هن أحسن شيء في من كن فيه: مودة في غير ذل, وجود لغير ثواب, ونصب لغير الدنيا. وساق السند إلى ذنون رحمه الله يقول: أربع خلال لها ثمرة: العجلة والعجب واللجاجة والشره. فثمرة العجلة الندامة, وثمرة العجب البغضة, وثمرة اللجاجة الحيرة, وثمرة الشره الفاقة. وساق السند إلى يوسف بن الحسين رحمه الله يقول: ما صاحبني متكبر قط إلا اعتراني داءه لأنه يتكبر, فإذا تكبر غضبت, وإذا غضبت أواني الغضب إلى الكبر, فإذا داءه قد اعتراني. وساق السند إلى ابن عيينة رحمه الله: فلمن كانت معصيته في شهوة فأرجو له التوبة, فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له, وإذا كانت في كبر فأخشى على صاحبه اللعنة, فإن إبليس أبى مستكبرا فلعن. وساق السند إلى محمد بن أبي الورد رحمه الله يقول: دون الفهم أغطية على القلوب قد حجبت الفهم الذنوب والتكبر على المؤمن. أعوذ بالله. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هنا الشافعي يقول: الكبر فيه كل عيب, جمع كل المسالم وكل السوء. الكبر فيه كل عيب, والمعنى أنه مفسد لكل خلق. الكبر مفسد لكل خلق, لأن الكبر فيه عطب القلب وفساده, وفيه حجب العلم, والكبر فيه عدم التقدم, بل هو يركب على الناس يرى ذلك وهو أسفله. فمن مفاسده أنه لا يعرف حقيقة أمره, ومن مفاسده أنه يدمر ما بينه وبين ربه جل في علاه, لأن الكبر صفة من صفات الله, فمن نازعه فيها عذبه الله جل في علاه. والكبر حاجب له عن كل خلق. كلما قرأ آية لا يتدبرها, كلما جاءه حديث لا يفهمه, وهذا لغلظ ما في القلب من فساد, لأن الكبر كما قلنا هو منازعة الرب في صفة هي أخص الصفات لله جل في علاه. لذلك قال الإمام الشافعي: قال الكبر فيه كل عيب. ابن المبارك كلام الفرس ما قال: ما الذي يرضاه أحد؟ قال: الكبر. الكبر ما أحد يرضاه بحال من الأحوال, الكبر لا أحد يرضاه. قال: قيل فما الذي لا يكرهه أحد؟ قال: التواضع. إذ التواضع فيه الألفة بينه وبين الناس, وفيه التناغم, وفي التواضع نقاء القلب وصفاؤه, وهذه مادة العلم. وعن رجل من أهل العلم قال: خمس خصال هن أقبح شيء فيهن: الحدة في السلطان. والمفروض السلطان يكون إيش؟ أرحم الناس, فبما رحمة من الله لنت لهم, ولا كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأيضا الحدة في السلطان سيكون فيها القسوة والجفوة, وإن الله رفيق يحب كل رفيق. الحدة في السلطان أيضا لا تسمعه, لا لا لا, لا, لا لا تمهله أن يسمع القضية حتى يحكم فيها بالعدل. قال: والكبر في ذي الحسب. والكبر كما قلنا أفسد ما يفسد القلب, لأنه منازعة للرب في صفة من صفاته. والبخل, وهذه من أسوأ صفات المسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبخلاني ولا أكون بخيلا، وكان سلم أو لست بباخل، وهو أجود الناس، وهو أجود الناس، وكان من جوده يقبل الهدية ويثيب عليها. فكان الأعراب يتقصدون الهدية له لا للهدية ولكن للإثابة، ولكن للإثابة. حتى هم قال هممت ألا أخذ هدية ولا أقبل هدية إلا من دوسي أو مهاجر أو أنصاري، يعني المهم يعني كانوا يتقصدون الهدية من أجل الإثابة من النبي صلى الله عليه وسلم من جوده. فيقول البخل في الغني، طب البخل في الفقير ولا يملك شيئا، فطبيعي يظن بما يملك. أما الغني فهذا مذموم فيه جدا. والحرص من العالم، والفسق في الشيخ، لأنه الدواعي غير موجودة، الدواعي غير موجودة، والأسباب غير موجودة. قال وثلاث هن أحسن شيء في من كنا فيه تؤدى في غير ظل، تؤدى يكون له روية يتأنى لا يتسرع. قال فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأنات. تؤدى في غير مدلة، يعني أنت أصلا ليس لا يحملك على الروية والتأني الخوف أو المذلة أو القهر، يحملك ذلك الحلم وأن تصل إلى المقاصد. وجود لغير ثواب، يعني تكرم وما تنتظر الشكر من الناس، ودي أفضل خصال المسلم، أنه يعطي وأنسى، يجود ولا يطلب من الناس شكرا. قال ونصب لغير الدنيا، يعني نصب لغير الدنيا، الناس يتعبون ويعطون أموالهم، يعطون أرواحهم أنفسهم وأوقاتهم وأبدانهم، ليش؟ بثمن بخس دراهم معدودة. الدنيا لا تسوي شيء عند الله جل وعلا، بل لما تكلم الله عن الدنيا وش قال؟ فامشوا، ما قال سارعوا، ما قال تنافسوا، قال فامشوا في مناكبه، فامشوا في مناكبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الرزق يسعى خلف المرء كما الموت يسعى، الموت يتخلف إذا الرزق لا يتخلف. ولذلك قال لا تتعب نفسك في الدنيا من أجل الدنيا، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فهو عزتي وجلالة وسلطان عليك الدنيا، ترقد فيها رقد الوحوش في البرية ثم لا تأخذ إلا ما قسم لك، وكنت عندي مذموما. قال لا يكن أحدكم حمارا بالنهار جفة بالليل ليس له نصيب بينه وبين ربه جل في علا، وبالنهار نصبه كله على الدرهم والدينار. أربع خلال لهم ثمرة، العجلة والعجب واللجاجة والشره. ثمرة العجلة الندامة، فلا بد للإنسان أن يروي. وثمرة العجب البغضة أو البغضة، وثمرة اللجاجة الحيرة، دائما الخصومات تفعل ذلك في الإنسان. وثمرة الشره الفاقه، يفتقر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شره ولكل شره فترة، وما جاءت فترته إلى سنتي فقد هدي. يقول يوسف بن حسين ما صاحبني متكبر قط إلا اعتراني دواءه، لأنه يتكبر فإذا تكبر غضبته، فإذا غضبته أداني الغضب إلى الكبر، فإذا داءه قد اعتراني. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من الكبر. عن ابن عيينة قال من كانت معصيته في شهوة فأرجو له التوبة، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وإن كانت معصيته في الكبر فأخشى على صاحبه اللعن، فإن إبليس أبى مستكبرا، أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكبر يمنع من الفهم ومن العلم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله يستر علينا. الكبر مهلكة. البخل من أذم الصفات، وأعظم صفات المؤمن أن يكون جوادا كريما. عطاء في غير إيش؟ عطاء في غير إيه؟ عطاء في غير انتظار، عطاء في غير امل، يعني لا، عطاء في غير انتظار اثابه، عطاء في غير مطلب اثابه. صحيح، ايوه هذا هو، ده افضل عطاء. من نازع الله اهلكه الله، من نازع الله اهلكه الله. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.